هاي احيانا مساء، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين تحت في العنوان حيكون فلوج، سو اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تلاقوها موجوده في الشاشه وكمان موجوده في صندوق الوصف. ما اطول عليكم اكثر من كده، ليتس جو. طبعا يا جماعه قبل لا نشوف الفيديو حابه اعتذر منكم، لان يوم الخميس ما نزلت ويوم الجمعه ما نزلت، بس حقيقي ترى يعني انا مع ضغط الجامعه اللي ماني عارفه كيف الحق، سواء على التصوير او على المونتاج او على الشغل، انا قاعده احاول حقيقي قد ما اقدر انه انا انزل لكم يوميا. يعني انا من بدر رمضان في يوم ما نزلت فيه، وفي كمان الخميس والجمعه ما نزلت فيهم، وحقيقي الحاجه دي ما كانت بيدي وكذا، فيعني اتمنى انكم تعذروني، وقاعده احاول حقيقي قد ما اقدر. هو امس كان المفروض انزل تحدي، وقبلها انزل تحدي، بس حقيقي انا ما لحقت اصورهم، وان شاء الله قاعده احاول قد ما اقدر اني اصور وامنتج وانزل وبس يعني، وقاعده احاول كمان قد ما اقدر اني انزل في الوقت اللي انا بوعدكم به، بس احيانا ما بكون لحقت اصور، فبصور متاخر على بال ما اخلص تصوير، على بال ما اخلص مونتاج، فبيكون الوقت اللي انا اساسا يعني قلت لكم قد راح، فممكن انزل لكم بعده كده وبس يعني. اتمنى انكم تعذروني في النقطة دي، لانه حقيقي يعني لو ما كانت الجامعة كان ممكن انزل يوميا في الوقت اللي وعدتكم به، يعني قد انا ما عندي حاجة تشغلني عن التصوير والمونتاج، بس هسي عشان الجامعة والضغط، وكمان يعني خلاص ما باقي شيء على الاجازة يعني اللي هي حقت العيد وكده، فكمان مضغوطين اكثر واكثر، عرفت تسليمات وشغل و وكلام كثير وبس يعني. ما اطول عليكم اكثر من كده، خليكم مع الفيديو. وللمره الاخيره ام سو سوري اني ما نزلت يوم الخميس والجمعه. طبعا يا جماعة أنا الآن قاعدة أتفرج على مسلسل التركي الحب، مسلسل إخوتي أو كارديش ليرم. اكتبوا لي في الكومنتس هل أنتوا تتابعوا ولا لا، أو إيش تنصحوني مثلا أتابع مسلسلات تركية حلوة، لأن صراحة مرة أحب المسلسلات التركية وكذا، وفي نفس الوقت يعني الإجازة الكبيرة كذا قربت، فاللي أبغى أتفرج مسلسل تركي كثير يتكلموا عن القضاء، فأبغى أتابعه، بس ناوي انتظر انه يخلص، لان حاليا قاعدة اتابع اخوتي وهو ما هو مخلص، فاللي مرة مقهورة انه حلقة تنزل في اسبوع. فالايام الاخيرة انضغطت حرفيا لدرجة انه نزلت حلقتين يعني اسبوعين، واليوم الجمعة والحلقة الثالثة حتنزل بكرة، فاللي انا منقطع عن المسلسل نص شهر حلقتين كاملة. فيا حاليا قاعدة اتفرجه، وحاليا الساعة تقريبا 9:30، لا مو 9:30، الساعة حاليا 10:30، ويا يعني مواصلة. طبعا فلوج الليل حيكون شيء كده غالي حلو، لأنه ما في له ضغط دراسة، بس مو زي الفلوج اللي راح اللي كله هزوة للدراسة، فبس يعني حاليا قاعدة أتفرج مسلسل وأخلص ممكن حلقة أو نص طالع من بيت أنعس، وبعدها حنام أصحى أشوف إيش في أشياء أقدر أسويها للجامعة، وإيش في أشياء أجهزها وكذا، وبعدها أخرج أفطر من البيت. بس يعني خليكم معي. الحين بدي أوجه سؤال للكاتبة حقت مسلسل إخوتي، إيش استفدت لما قتلتي 5 شخصيات من أبطال المسلسل؟ هل هدفك تخلص دموع عينياني ولا كيف بالضبط؟ ترى مرة ما له داعي، مرة ما له داعي. هاي جايز، طبعا أنا صحيت من النوم الساعة 4 وجهزت وظبطت أموري وكذا، وحاليا الساعة 5 وشوية، وكمان حأخرج أمر على بنت عمي، وطبعا متأخرة أنا لأنه أوفر الطرق تعرفوا على وقت الفطور تكون مرة 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 زحمة، كمان المطعم اللي ماشيين وبعيد مرة عن البيت على الطريق كرناش النافورة. فيا ما أطول عليكم أكثر من كده، وما أطول على نفسي كمان أكثر من كده، سو يا بعد المطعم ما ندري فين حنروح، ممكن نروح لبسي بعدها، بس ما أدري لين دحين. فيا ما أطول عليكم، خليكم معي.
na 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 la 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 Guys, rejat rekom bagal fotor taman di jambi selai. Hari ini saya mau bercakap. Alhamdulillah, fatarna tauman makbul dan sekarang sekian ya Rabb. Takabul Allah minna wa minkum. Hari ini kita akan pergi. Cuai kita akan pergi syirik mal. Kita masih oke. Kita nahu mila kita. Dan hari ini malayna. Terfuh li mera juan, mera atsan, fajar li. Kita ibla kul sih. هذه أنا اليوم والله هنروح ريكسي نتمشى نهضم اللي أكلناه وذا فايا خليكم مع الفيديو. طبعا يا جماعة مستحيل لما اجي ريكسي ما ادخل فيرجن، ومستحيل ادخل فيرجن وما اجي اخذ رواية. يعني افخم قسم عندي في الحياة سواء في فيرجن ولا في اي مكان في الكرة الارضية قسم الروايات، مو الفلسفة، الروايات الاحب الى قلبي. طبعا يا جماعة ما شاء الله علي كانت اني اجي اتمشى في ريكسي مع قريبتي وصحبتي، بس ما شاء الله ما خليت شيء ما اشتريته. وبس يعني يا جماعة بعد اللف دام تقريبا نص ساعة او اكثر بشوية، ديل الروايتين اطلعت بهم، دي لها علاقة بالشياطين ودي لها علاقة بالجرائم، فهيا جو اجوائي. هاي جايز، طبعا كان يوم جدا حلو كده اللي برا البيت، كنا انا وصاحبتي وبنت عمي وكذا انبسطنا وكل حاجة. حاليا الساعة 3:22، حامر اخذ سحور اللي هو ماك، تمام، مرة نفسي فيه من اول، فحاخذ ماك وبعدها ارجع البيت ويعني اتسحر وكذا وبس. يعني خليكم مع الفيديو. حبايبي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي تلاقوها موجودة في الشاشة وكمان موجودة في صندوق الوصف. وما أطول عليكم، أشوفكم بكرة بإذن الله في سلسلة طبخات إباء.